شنية جبة البلاصة هذية؟ تتمني كالية تعملي نوريك من نشريت الماريو اللي انت شريته؟ جايبني المختبر ديكستر ولا شنو هذايا؟ ديك ما تكون مصدقني دي فدك عليك. انا اقول لك هذايا ماريو اللي تعرف كون ثرولي ماريو هذايا؟ ماريو هذايا خذيته كادو مع عند بروسلي ودي رزعت بالزمن وما تكون مصدقني ما حتى رزعت بالزمن في بالك ما تكيف كيما العادة وعطيها بسيخة. ينفرض وين بهيم وباش نصدقك ونمشي معك في الكلام. هي مالا قدملنا بالزمن شوية مثلا كما نقولوا 2030 خلنا نعرفوا الكوب دو ماتش كون هزة والشامبيونا والفازات الكل خلينا نعملوا ريكا برومو سبور وندخلوا برشا فلوس هي ورينا تراه كيفيه يودي ذلي بيك انت عياري يودي قدموا بالزمن واخروا بالزمن اللي تحبوا يثير صاحبي لنا يودي رخيص وطلب على الغالي والكيفيه الغالي تلبع رخيص ويصعد دفع الحمار تنوري كيفيه صاحبي يسبق ودخلت وراك ما تخافش يا جبا يودي مثبت في اللي تعمل فيه مش تقتل زبوبنا بالذو يتهنى القفط يودي سبيك دي ذوك بي يودي تذبع انفورماتيك عايتولي قبل يودي كنت من احذرس انفورماتيك باللي فهم فيه هان تعرف ذبوني كنيس لقبية ذبي اللي نسيتها كيفيه ثم نعيك علي ذيبو مثميل هنا ولا يظهر لي هيك انا حسب ما نتفكر يعني كم هما نذيعوث احنا في الزمن توك نكا نرذعوك سيلا دونس ديكاناخ سكليس وكلا كل شيء واضح في بلاثه ويا عياري مستعدة هاي حذر روحك صاحبي تعرف عياري خاف من حاجة يودي شوك بي يصدم ولا يا ربي يا جبا شنية ذو هذا ينا نزب ملا بلاصة وملا عالم يا اخي ما فهمتش بالدنيا كل جعب يا اخي سمحني خويا العباد وين انا متعجب ومستغرب مازال فما كائن بشري على قيد الحياة نحن الروبوتات في بيننا قتلناكم الكل واخر بشر مات على يدي انا يا عم فولترون يا دي فيش تحكي بالله سؤال صغير يا اخي احنا في اني عام 2030 ولا انا غلط احنا تو في عام 20,030 مش في عام 2030 2030 زمن قديم جدا وانتي تو لازمني نقتلك ونقضي عليك يا علاش تو ما تحبش متاع ربيع نصيف ساعة اخرى يا خندور ولم شوية معلومات فمش ما تفيدني هكا كي نرجع على المستقبل والفوزات متاعكم طلب متاعك مرفوض البشر ما عاش تعطي اوامر للروبوتات هذاك منذ زمن قديم جدا انت تو لازمك تموت هيدي اسمعني ما تخلينيش نتكرز وغشي خايب كان نفد ونتكرز نخسر فيك كان حيلك البدري ونسلك زوز خيوط هتنوريك كيفية اللعب انتم البشر اغبياء برشا ولازمكم تموتوا هي بالله يا عم ذكي كي جينا احنا اغبياء كيفاش نجمو نصنعوكم تراه هانا احنا اللي صنعناكم انتوما انتوما صنعتونا اكاو اما احنا طورنا رواحنا برواحنا انتوما تطوروا كان في الحاجات اللي ما عنديش منفع يتعرفش كيفيه مك تحكي بروحك ذكي واحنا اغبياء يجي نعملوا تحدي يحدد شكون الغبي فينا احنا ولا انتوما نعملوا مسابقة الغاز تو انا وياك ونشوفوا شكون اذكى قابلت التحدي على شرف جميع الروبوتات نبداو باللغز الاولاني قدامك مزهرية فيها برشا نوار نحيت منها نوارتين قداش بقات عندك من نوارة كيفاش باش نعرف قداش بقالي من نوارة وانا ما نعرفش العدد الجملة متاعه يانا قلت لك قدامك مزهرية متاع نوار مش عندك مزهرية كي تبدأ قدامك وتنحي منها نوارتين يبقوا عندك نوارتين بالطبيعة اوكي مريقل تويك الدور متاعي شنزلك في حاجة يكرهها البشر 10 ضرب 20 كم تساوي والله غريبة فيا 200 مرة نقول ما عش تسمع كلام الجبا وهي هي ونعاودها ونحصل اجابتك صحيحة شنو اللي صحيح الجواب هو 200 200 شكون قال صحيح ما لا في بالك البشر اغبياء ما نفدلكوش احنا مع الضرب وجدول الضرب يا ودي ما عندك حتى فكره قداش نضربوا في الليل هاي حذر روحك للغز اللي بعد شنية الباب اللي ما تجمش تحله نحن الروبوتات نتمتع بقوه خارقه جدا بالنسبه للبشر نستطيع فتح اي باب ياي اما الباب هذايا ما تجمش ما عرفتش شنية الإجابة
يخمم خمم نورمال خدم مخ. حقا نسيت ما عندكش مخ، خدم الكارت ميموار متاعك ولا كارت مير زعما بروسيسور تيلي هي. ما عرفتش شنو الإجابة. ما لمستك تحكي لنا احنا غبياء يدي الباب الجبش تحلو. هو الباب المحلول يا بيم. نضرب حكاية جبا ملا وحلة وحلتني فيها. شنية نحس فيه المغناطيس هذايا؟ شنية المغناطيس ولا شنو اللي نحس فيه هذايا؟ يا اخي انا وين؟ يا اخي لا ادرب حكاية جبا ملا وحلة وحلتني فيها. هيا لحظة بركن فيك من الدوخة متاع صفر وهاني جيش نكسر لك الراس متاعك. يدي سبيك عياري بس كسر لي راسي وزي فعود اللي تذكرني خاطر نقصك كنت تفرث فيك راو في تليف. يدي زيد بس نخلط وراك ياخي قلت برزولية وينك نخلط وراك اسكون بس يرزعنا ياك. هو صاحبي بقيت نحس عليك ما تسفتنا بحتى معلومة. صاحبي انت عندك المستقبل الكل يغلط في صفر زايد يظهر لي ولا مانيش فاهم كيفيه. ياي تعرفش كيفيه هاني مش باش نعملك شي. اما كي ما بعثني انا وريني كيفاش تبعثك انتي ويمشي اكتشف خويا المستقبل ولا ما نعرفش عليك وخان عمرو وريك بروم سبور وندخلو برشا فلوس. يا عيار يودي بسيتي تنسى كيفاش وريتك ترزع وكيفاش تبعث ما تنسيش برس امك ما تنسيش. والله كنت خليني انا نبعثك خير صاحبي على الاقل تبدا مضمونة شوية الحكاية. ياي سكرتشي فمك علي وهي حذر روحك الاقلاع واربط الاحزمة. يحبوك جاميون عرير وبتبيعته مقلع الفران شي ما جيتش العين في العين خاطر عيني في البصان من اللي صغير عايش حق...